بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الاتحاد القطري لكرة السلة، أهلا ومرحبا بكم مرة جديدة في لقاء مباريات الأهمية، مباراة الترتيب ومباراة الشمال المتصدر بالشراكة مع العربي، والهجمة لمصلحة الشمال في محاولة أولى، والفارس المعركة تحت السلة. بدأت المعركة مبكرا عزيزي المشاهد، وخروج الكرة والترنوفر والكرة لمصلحة الشمال. مرة أخرى هنا الشمال وعمارة، وظهور أول لأرون صانع ألعاب الفريق الشمالي وأيضا فريق الوكرة. هناك في الملعب جالوي صانع الألعاب لفريق العربي، ليس بغريب عن الملاعب القطرية وليس بغريب عن كرة السلة العربية. هذا هو اللاعب الأكثر من مميز، لعب ضمن فريق الغرافة من قبل والدوري اللبناني، ولعب مع المنتخب العراقي كلاعب مجنس. هذا اللاعب جالوي رقم 23، وسلة أولى افتتاحية للقاء. العربي ليس هناك أي وسيلة إلا الفوز حتى أن يحافظ، واستغلالا لنتيجة المباراة السابقة. هنا حراث بعد اثنين محاولتين لمحمد حرات قعلوي، خالد الوقوف، المحاولة مرة جديدة، خالد سليمان الغزال الأصمر. الحكم اليوناني يؤكد أن السلة عقب المود، عقب الدريبل. بالفعل جالوي على إدخال الكرة مرة أخرى. المحاولات خالد سليمان، خالد رشدي الفايف ستارت، خالد ينجح في إعادة زمن هجمة جديدة. ويليام وعمر سيك، والمتابعات حرب من المتابعات، المتابعة ما بتنعمل، ما فيش موفولو سوفت ابدا. يا سلام على الاسيست باس الرائع، وفارس ابيديتش يسجل ثاني سلات الفريق الشمالي. الشمال 4، العربي 2. جالوي مرة اخرى، المحاولات شمالية، الباصات عكسية، وميشا ميكائيل يحاول، لكن ويليام قال له اهدى يا ميشا اهدى. لكن حراث التحركات الواعية، افضل تحركات اللاعبين محمد حراث، ونايس موف وتسجيل لنقطتين مرة اخرى للشمال. السبع دقائق هي المتبقية على نهاية الفترة الاولى. خالد رجي، عمر سيك، دفاعات شمالية بمنتهى القوة اليوم. جميع هجمات العربي بيستغرق فيها الزمن الكامل للهجمة. التصويبة من ميشا، عاد ميشا، ميخائيل بريسيفل، أو هذا اللاعب المنتخب الجورجي، 31 سنة، 2 متر 3، يجيد التصويبات بثلاث نقاط. رائع عندما يكون متألق ميشا أو ميخائيل، بيكون الشمال متألق. النهاردة أول مباراة لي في مع الشمال من غير توأم روحه ومفتاح لعبه صانع الألعاب جورجي. يغيب جورجي للإصابة، اللاعب الأكثر من رائع. خالد في مشكلة إنك توصل لسلة فريق الشمال اليوم بصراحة. ومرة تانية ومرة تالتة
نستمع لصافرة نهاية زمن الهجمة. الخطأ الشخصي. بالفعل حكم الدرجة الأولى نبيل، أيضا من الحكام المميزين نبيل على فكرة، يدفع بهم لجنة الحكام حراث. لكن جالوي التصويبة بثلاث نقاط رائعة رائعة من هذه المرة لفريق الشمال المتقدم. إذن هو تقدم شمالي، تقدم بعشر نقاط للشمال مقابل اثنين. العربي في مهمة صعبة يحلها الغزال، دايما المفتاح مع الغزال الأسمر. خالد سليمان تمكن من تسجيل سلة بثلاث نقاط. عزيزي المشاهد أرون ميتشل صانع ألعاب جديد، أرون ميتشل في صفوف فريق الشمال. ويليام بيرد لم يعد هو الطائر بيرد مثل الموسم المنقضي، لسه مش عارفين ايه السر، لكن ويليام مرة أخرى على التصويب في الرميات الحرة. ويليام عمر سيك خالد سليمان، مثلث رائع بمساعدة الشباب خالد وتالا، خالد الصغير مش خالد، خالد رشدي وتالا وكريستيان كانوا هم مفاتيح فوز العربي ببطولتين الموسم الماضي. تسجيل للرميات الحرة. مرة أخرى ميتشل، ميتشل والباس، حراث على التصويب، حراث في التسجيل، حراث تحت السلة تلاقيه، برا السلة تلاقيه. لاعب ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك محمد حراث، لاعب أكثر من مميز. مرة أخرى خالد، خالد وداها لعمر سيك، وداها له جاهزة، ولكن الحصول على الخطأ الشخصي، الخطأ الشخصي بواسطة فارس أفيديتش. خالد الأحبابي حكمنا الدولي يمسك بزمام المباراة، أكيد بيحذر عشان لو فارس اتكلم تاني لم يجد إلا التكنيكال فاول. الرميات الحرة بواسطة عمر سيك. تسجيل لرمي. ١٣ نقطة هي رصيد الشمال. عدم نجاح وكالعادة، كالعادة الكرة لمصلحة فريق الشمال الآن ومن بعيد، لكن هي بعيد. وخالد سليمان في المتابعة. مرة أخرى خالد سليمان، خالد سليمان صافرة الدبل دريبل. جاءت متأخرة نسبيا. ١٣-٨. التسجيل لا ما سجلش أرون. مرة أخرى المحاولات، جالوي لم يظهر بعد، والحراث كالعادة في المتابعة، ملك المتابعات محمد حراث. ميتشيل أرون، خالد رجي، والكرة خارج الملعب. إذن اللقاء الآن يشهد اثنين من صناع الألعاب الجدد في دوري 18-19. مرة أخرى الحصول، الحصول على الخطأ الشخصي. التحذيرات من خالد سليمان. هنشوف القرار بالخطأ الشخصي لمصلحة نادي الشمال. الاعتراضات زائدة اليوم. محمد حراث على التصويب.
خارج السلة. رمية حرة تانية. 13 شمال ل 8 عربي. 14 نقطة عزيزي المشاهد. جالوي لاعب مميز للغاية، مش غريب عن قطر وخالد سليمان وعن العراق. هذا اللاعب لاعب حصل مع الفريق البترولي العراقي على بطولة الدوري في مباراة كان ليه هو نصيب الأسد فيها أمام فريق الشرطة العراقي، ولاعب مثل المنتخب الوطني العراقي كثيرا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لعب معهم بطولة آسيا الماضية، لعيب مميز للغاية. التمريرات، التيرن أوفر، التشتيت هو عنوان العربي. 14 نقطة شمال 8 عربي. جاء التشجيع من بنش البدلاء والمساعدين. 3 دقائق متبقية. محمد حراس، خالد سليمان، يا اول زاوي. خالد سليمان هو اللي عمل الاستيل، وهو اللي خد الكرة، وهو اللي سجل، عمل هو كل حاجة سليمان. ميشا ميشا اها له على الأقل 3 تسجيلات في كل مباراة. ميخائيل، خالد سليمان مرة أخرى، خالد سليمان، خالد سليمان، 5 نقاط لخالد سليمان أدت إلى على طول استشعار الخطر من كوتش حسن حشاد، ويطلب الوقت المستقطع للشمال، والفارق يضيق ل4 نقاط. لا تذهبوا بعيدا، إنها مباراة نارية ولكن على نار هادية، لسه بدري. مرة أخرى دفع الحكام الجدد، حكام الدرجة الأولى زي نبيل في الملعب ويوسف اللي قبله، أصبحوا أهدى كثيرا وخبرات أفضل. أرون ميتشل، أمير، نزول لأمير في الشمال، وعمر سيك وحراس، أمير البلوك شوتس، لكن عمر سيك بالخبرات يحصل مرة أخرى على المتابعة. أمير، نزول أمير بديلا عن عمارة أكيد. مرة أخرى المحاولات، هل تصويبة والتسجيلة. قلت لحضراتكم اوعى ميشا على طول في التسجيلات. هنا مرة أخرى محمد حراس، لازال الشمال لم يتلقى إلا هزيمتين هذا الموسم. أمير، ولكن خالد سليمان مرة أخرى. خالد، 17 عربي، 17 شمال 14 عربي. عمر سيك، التصويبة البعيدة، ولكن هنا جلوي يظهر في الصورة، لاعب رائع لسه ما خدش طبعا على الجو. الفارق يضيق لنقطة واحدة، الحماس يملأ الملعب.
التعادل عزيزي المشاهد، تعادل أول، تعادل أول في اللقاء ونزول للمفتاح. هنا ميشا، ميشا يطلب الستار. حراث، حراث بالتخصص والتصويبة الهوك الرائعة يعود بالشمال إلى المقدمة. خالد سليمان، محاولات جديدة. خالد رجع على التصويب، خالد رجي، ولكن ميتشل، ميتشل، ولكن مرة أخرى. آخر 39 ثانية، الكيك أوت، خالد سليمان، الكرة تضيع، المتابعات، أمير على صدره، عمر يخترق، هنشوف صافرة، صافرة الحكم بالأوفنسيف فاول. خد الكرة بدل ما يوديها للسلة دفع بيها صدر اللاعب. ميتشل، خطأ المهاجم. ميشا، ميشا وحراس، حراس وميشا. هنا أمير، السلام، السلة الإيزي الجميلة، السلة الرائعة على طول من اللو هاي على طول. خالد العودة، خالد العنوان، إنه سليمان. إذا جاءك سليمان عليه الأمان في التصويبات على طول. الحماس للغزال الأسمر، خالد سليمان يعود بالعربي للقاء، والفارق نقطة يتيمة وعودة، وراح دقيقتين ومن ثم نعود بمشيئة الله. أخرى أعزائي المشاهدين، عودة للقاء الهام، اللقاء المتكافئ. اللعبة ما مشيتش زي ما هو عايز حاتم. هنا لسه جلوي على طول، هو وعمر سيك، لكن لسه ما مشيتش. مرة أخرى ميتشل القادم من نزوة العماني، عبد الرحمن المفتاح، إضافة قوية لصفوف الشمال. الخطأ الشخصي بواسطة خالد سليمان، الخطأ الثاني. مرة أخرى
ميشا ميشا التصويب من ميشا والمتابعة من ويليام قالوي التمرير السريع لخالد خالد سليمان الوقوف والتصويب المتابعة الحيرة لكن رائع هذا اللاعب بصراحة لاعب مميز للغاية ودفاعات قوية من خالد رشدي تجبر أرون ميتشل على خروج الكرة خارج الملعب قالوي اللاعب الذي أضيف هنا لفريق العربي إضافة قوية لسه عنده الكثير هذا اللاعب مرة أخرى قالوي والمحاولات دفاع منطقة خالد سليمان خالد رشدي والاختراق والدرايف أروها على طول الكرة كانت رايحة لويليام ولكن الخطأ الشخصي ادخال الكرة من الحد النهائي ويليام ينجح ويليام في التسجيل التقدم عرباوي الأبيض يتقدم عزيزي المشاهد فريق العربي فريق الموسم الماضي صاحب حامل لقب هذه البطولة بطولة الدوري يتقدم للمرة الأولى أمير الكرة مع عمر سيك عمر الاختراق ها التيرن اوفر امير امير التيرن اوفر ما فيش حد اوحش من حد تيرن اوفر يمين وتيرن اوفر يسار ادخال الكره ويليام بير قالوا صانع الالعاب الجديد في صفوف العربي في اولى لقاءاته الاختراق الباص الخالد رشدي تدور وتخرج كالعادة تروح لحراس حراس لميشا على طول ميشا الصاروخ الدرايف لميشا والتسجيل والأندوان تبادل للتقدم جاء التقدم أول عرباوي بعد 12 دقيقة عزيزي المشاهد 12 دقيقة بالكمال والتمام المتابعة ويليام الشمال يتقدم من جديد بدأ المباراة مسيطر على مجريات الأمور فريق الشمال لكن سرعان ما عاد هنا قلوي خالد الفيك المحاولة مرة أخرى ويليام خالد خالد رشدي هي هي يا رشدي سجلها خالد ابن محمد رشدي خالد الرائع يسجل بثلاث نقاط يضع العربوية بالتقدم بنقطتين للمرة الأولى عزيزي المشاهد وهنا ميتشل والكرة تضيع ومهمة وخالد بالفيك الفيك بالدريبل ولكن الخطأ على المفتاح لاعب المنتخب الوطني عمارة على التبديل عمارة بديلا عن أمير أمير بعيد بديلا عن عمارة دائما نفس المركز صعب يلعبوا الاثنين طبعا أو استحالة في الملعب مع بعض مرة أخرى عمر سيك الموف الرائع ميشا على المتابعة عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن ولكن الهجمة في الأخير لمصلحة الشمال مرة أخرى محاولات ميشا اختراق ميشا زمن الهجمة لازم يصوب خلاص هيقفلها له حراث رايح الفيك الباص التصويبة أكيد من ميتشل ميتشل يعدل ميتشل يصوب ميتشل يضيع وعمر سيك في المتابعة مرة أخرى عمارة عرفان عرفان في الوكرة وعمارة هنا محمد يوسف في الخطر هم أصحاب الخبرات بابيز وعرفان ولكن دائما لسه ليهم دور خالد سليمان في العربي هي دي الأسماء شوف شوف أهو لسه بيدوروا عليه
أصحاب خبرات لا زالوا في الملعب هذا الجيل الذهبي. الاختراق من قلوي، عمر سيك أيضا شريك في هذا الجيل لكن أضاع الكرة. التقدم عرباوي 25-23 المفتاح التصويب لكن تضيع الكرة. ويليام بيرو، ويليام في الانطلاق، ويليام في الاختراق، ويليام بيضيع كالعادة هذا الموسم، ما كانش بيضيعها الموسم الماضي. يا سلام يا سلام يا حراس، حراس شوف الشياكة واللياقة، حراس يسجل سلة تعيد التعادل إلى الملعب. والوقت المستقطع الآن عزيزي المشاهد ومتبقي منتصف الفترة الثانية. عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال خمس دقائق عزيزي المشاهد، خمس دقائق ونصل إلى منتصف المباراة. مرة أخرى خالد سليمان، خالد والمحاولة، خالد والتصويب قصيرة. حرات حرات، ميتشل مرة أخرى، عمارة المحاولات، البلوك شوت من ويليام لحرات، من ويليام لحرات مرة أخرى، مرة أخرى خالد، خالد يا سليمان، خالد يا سليمان يسجل سلة رائعة. مرة أخرى العربي، أخرى ميتشل، الباص روعة روعة. دائما ميشا جاهز للإطلاق، ميشا جاهز للإطلاق، ويسجل السلة، يسجل ثلاثية تعود بالشمال للمقدمة. مرة أخرى، مرة أخرى قلوي، قلوي التصويبة خارج السلة. مرة أخرى المحاولات، الانسايد ميشا، حرات التصويب، حرات قصيرة هذه المرة. أخرى ميشا، لكن هنا عمر سيك يتمكن من الستيل، ولكن قلوي في التصويب. العربوية يعود للتقدم، نقطة هنا ونقطة هناك. المتبقي ثلاث دقائق عزيزي المشاهد، 29 عربي 28 شمال، والخطأ الشخصي، خطأ شخصي، خطأ شخصي ثالث على خالد رجي، لازم يغيروا الكوتش. نزول هنا لعبد القادر القصار في صفوف الشمال بدلا من ميشا، وهنا في الجهة الأخرى الحاج علي بديلا عن خالد رشدي. الأوفنسيف فاول، عمارة، عمر عبد القادر، الأوفنسيف فاول، الحيازة للعربوية.
مرة أخرى قلوي مرة أخرى هنا قلوي باليسرى ولكن تضيع وعمر في المتابعة مرة أخرى حراث حراث ينطلق حراث والأول زوي والخطأ الشخصي من بير نقطة وحيدة العربي 29 الشمال 28 أعزائي المشاهدين أقل من 3 دقائق تفصلنا على نهاية اللقاء اعتراضات حراث على التصويب ينجح في الرمية الأولى مع محمد حراث وينجح في الثانية الحاج علي صالح قلوي لم يظهر بالمستوى المطلوب حتى الآن إمكانياته أكبر بكثير الإنسايد الحاج علي صالح خالد سليمان مفتاح فريق العربي حتى الآن 30-29 ميتشل القادم من نزوة العماني بديلا عن جورجي لاعب مميز بصراحة والتصويبة خارج السلة والمتابعة من قلوي الاختراق الاستكمال اول زوي باليد اليسرى كلاهما يجيد اللي بيلعب باليد اليسرى قلوي وميتشل ميتشل الليفتي لاعب بداية طيبة في فريق الشمال قلوي يسجل ويحاول حرات الكرة عند عمارة يسجل ب3 نقاط يعيد ذكريات التسجيلات بعيدة المدى من عمر عبد القادر يعيد اكتشاف نفسه مع الشمال لا تذهبوا بعيدا متبقي أقل من 2 دقيقة لنهاية الفترة بمشيئة الله عدنا أعزائي المشاهدين 1.5 دقيقة على نهاية الفترة الثانية مرة أخرى عمر سيج التيرنوفر عمارة حراث جورجي لا جورجي مش هنا النهاردة أنا بتخايل بجورجي لكن هذا ميشا عبد القادر ادخال الكرة في دقيقة أخيرة قبل منتصف المباراة هنا حج علي رائع يا حج علي رائع الستيل رائع يا سلام على الباس ويا سلام على التسجيل رائعة العربوية بصراحة 3 لاعبين أدوها بمثالية للتعادل هنا التعادل في قاعة الغرافة في لقاء لا يقبل القسمة على 2 مفيش فريق انه لو اتغلب يبقى عادي ها
حراث يتوحش، حراث سوبرمان يسجل والرمية الإضافية، سوبرمان سوبر حراث. رمية محمد حراث الأند وان، ينجح في الرمية الحرة. التقدم عاد شمالي، والتعبيد في المحاولة عربوية، المحاولات جالاوي لسه ما فتحتش معاه. 36-33 على نهاية الفترة الثانية، رايحين 20 ثانية. ميشا بعد خروج صانع الألعاب، هنا مرة أخرى المحاولات، الانطلاق جالاوي، يا سلام على الأسيس، باص الرائع، رائعة رائعة رائعة، يسجل منها النقطتين عزيزي المشاهد، نقطتين ولا أروع. وميشا ومحاولة أخيرة، إذن الفارق هو نقطة وحيدة أعزائي المشاهدين. وصلنا معكم إلى منتصف اللقاء ونهاية للشوط الأول أعزائي المشاهدين، بتقدم بفارق نقطة وحيدة. لا تذهبوا بعيدا، هناك الاستوديو التحليلي مع كابتن بسام كحلة وكابتن زاهر عبد الباسط، ونستمتع معهم بتحليل فني لمنتصف المباراة، فلا تذهبوا بعيدا. شكرا زميلي أشرف توفيق، ودايما تعليق متميز. نرجع للكوتش زاهر عبد الباسط للمباراة، وشايفين المباراة زي ما توقع، مباراة ملتهبة، مباراة في الملعب، مباراة قوية جدا. الاثنين المحترفين ما عملوش الخلل الفظيع في الجيم، الجيم ماشي بشكل مميز. تحليلك يا كوتش على الجيم؟ زي ما اتفقنا وقلنا، الفرقتين الاثنين عندهم تشالنج، عايز يخلص الجيم النهارده، الشمال عشان يأمن مكانه، العربي عشان يفضل في المنافسة للدخول في المربع الذهبي، وخصوصا بعد نتيجة الوقبة اليوم. الفرقتين مركزين جدا، اللعيبة مركزة جدا، الاثنين الأجانب زي ما انت قلت ما عملوش خلل، انما لسه لم يظهروا بالمستوى انما هنشوف في الكوارتر الثالث والرابع اكيد المفروض هتحصل الفروق الفردية هتبان شوية. النهارده عمر سيكو وحراج هم اللي بيلعبوا الجيم مع بعض، طبعا خالد سليمان خبره تقيله قوي في الملعب، وهو اللي عامل البالانس للنادي العربي. اعتقد مفاتيح العربي لسه ما اشتغلتش، نفس الكلام يعني لو قلنا حراج معاه برضو الاجنبي الجورجي عامل شغل كويس قوي، بس مستواه بقى عالي. لو قدر يصحى بقى معاه الباقي اللي هم كعماره كفارس كقصار عبد الرحمن المفتاح، اعتقد هيقدروا يعملوا حاجه كويسه. انما زي ما احنا اتفقنا ماتش صعب جدا، الفرقتين تقال جدا، مركزين قوي وعاملين فوكس الاثنين على الجيم، غلطاتهم قلت قوي، دليل ان السكور بونت لغايه دلوقتي ما فيش فرقه فتحت عن الثانيه 7-8 بونت، لا ده كلها 2 بوينت 3 بوينت. اعتقد هنفضل ماشيين كده برضه الكوارتر الثالث، تحس ان هو ماتش نهائي تقريبا يعني بالحسابات كده يعني تقدر تقول ماتش نهائي، لان هو زي ما اتفقنا وقلنا يعني اذا الشمال خسر هيدخل نفسه في حسبه كبيره صعبه، لان لسه له ماتشات تقيله لسه جايه. النادي العربي لو خسر بعد خالص برضه، لان بقى الفرق 3 ماتشات، وده صعب قوي انه يقدر يستعيد الموقف. عشان كده الماتش هتلاقيه مقفول جدا، وكل فرقه محافظه على كورتها. يمكن ما شفناش ترانزيشن كتير ال 20 دقيقه اللي فاتت كلها 5 اون 5، يمكن باستثناء اثنين كورتين او ثلاثه ترانزيشن للعربي. اعتقد يعني احنا زي ما اتفقنا قلنا الماتش ده الاخر دقيقه، ال 20 دقيقه اللي جايين الماتش ده الاخر هيبقوا كريتيكال جامدين. احنا شايفين فرقه العربي بتحاول تأدي اداءات سريعه، بتحاول تسرع الريتم من الملعب، بس الشمال برضو مجريها بالسرعه. يمكن خطف الشمال، خطفه في اول دقيقتين بالترانزيشن، هو اللي كان بيجري بالجيم، وبعدين ابتدى الجيم يقل شويه. بس احنا شايفين ان في مفاتيح اللعب عند الشمال، الحراس النهارده هو مفتاح اللعب، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي، وفي العربي معتمدين على خالد اعتماد كلي. هل هيقدروا يكملوا على الوتيره دي يا كوتش؟ اعتقد هيقدروا يكملوا، وخصوصا ان مفيش شغلات، يعني ما عندهمش فاول تراب يقلقهم ان ما يكملش، الا بقى اذا كان المخزون البدني بتاعهم مش هيقدر يتحمل.
لان الاثنين برضو لو كنا قلنا حراج وخالد سليمان السن برضو بالنسبه لهم كبير، انما هما متعودين على خبرات متعودين انهم يلعبوا ال 40 دقيقه مفيش مشكله، وبيقدروا من كم الخبره اللي عندهم بيقدروا بيعملوا سيف للباور بتاعهم بيطلعوه في الوقت المناسب. اعتقد الاثنين ماشيين بسكه كويسه، انما مش هما دول المفاتيح اللي هيخلصوا الجيم، اللي هيخلصوا الجيم بقيه الفرقه، لان في مفاتيح ثانيه، مفاتيح ثانيه ويليام بيرد لو اشتغل في العربي، وفاء الاجنبي الجديد جالوي لو لسه جاي برضه لسه ما دخلش في المنظومه، انما لو دخل في الكوارتر الثالث والرابع اعتقد هيفرق كتير جدا. اجنبي اللي شمال انا شايفه الى حد ما كويس، هو بيلعب الفرقه بس انا في اوقات انا محتاج انت بقى اللي هل جورج فارق؟ ها؟ جورج فارق النهارده؟ وجوده في الملعب طبعاً فارق طبعا، الكيمياء بتاعته كانت واجبه يعني زي ما قلنا في الاول في البدايه الكيمياء بتاعته كانت واجبه، ده تأمر طبيعي. هو الولد النهارده بيحاول يؤدي دوره الدور اللي جاي بيحاول يؤدي الدور بتاع جورج بيباصي كتير، بس جورج عنده ملكه اعلى منه شويه. جورج بصير فوق الوسط يعني كميه اسيست بتاعته شوتر راجل منتخب جورجيا يعني ليفل عالي جدا، شوتر بيعرف يشوت امتى وبعدين بوينت جارد على ليفل ممتاز، بيعرف امتى يعلي التيمبو امتى يوطي الجيم، بيعرف يعمل كنترول على الجيم. الولد ده بيحاول يعمل الكلام ده، انما واضح ان هو برضه الديزيشن بتاعه مش يعني لسه ما اخدهوش يعني اللي ما شفناهوش حاجه. هو لغايه دلوقتي يمكن حاطط 4 بونت ولا تقريبا 4 بونت لسه. جورج بيجيب 15 19 زي ما اتفقنا قلنا، يعني الجيم ماشي مكهرب كريتيكال، هيفضل لغايه الاخر كده، اللي هيكسب هنقول له مبروك والخسران هنقول له هارد لك عملت اللي عليك. وده يعني اعتقد بعد ماتش النهارده النتيجه ايا كانت لهنا او لهنا هنقول للفريقين مبروك، لان الاثنين يستاهلوا لانه ما عاملين حاجه كويسه جدا ولا بد من فايز عاملين يعني موسم كويس. لا هاي كوتش، انت بصفتك برضو كوتش في الدوري القطري، شايف تاخير التالا، احنا ما نعرفش ظروف الولد يعني، بس احنا شايفينه في المباراه اللي فاتت الجيم اللي فات كان مفتاح من مفتاح الفوز للفريق العربي، جايب 3 3 بوينت في وقت يعني ان تايم زي ما بنقول. طيب النهارده كوتش حاتم مأخره شويه، هل تفتكر ولو ان تالا من النوع اللي بيجرب الملعب وعنده الولد الفلبين يعني اللي هو لو عايز يلعب ترانزيشن، كان دايما كوتش حاتم السنه اللي فاتت معودنا ان لما بيحب يلعب ترانزيشن اوفنس بينزل الولد الفلبيني بيجري الملعب بسرعات شديده جدا، لو عايز يلعب سيت بلاي او 5 اون 5 بيبقى تالا جوه الملعب. انا ليه هو النهارده ما استغلش جالوي كويس كفورورد ونزل تالا يمسك الملعب كبوينت جارد، وتالا لعيب منتخب وعنده الخبرات وكان مفتاح فوز المباراه اللي فاتت، ده برضو انت شايفها من وجهه نظر حضرتك دي ايه؟ احنا ما نقدرش نحكم طبعا. هو كل كوتش بيبقى له فلسفه، احنا بنتساءل بيبقى له فلسفه وليه استراتيجيه للجيم هو عاوز منها ايه. يمكن مقطع الجيم الكابتن حاتم 100% هو عارف مقطع ان لو نزل، لا مش مقطع الجيم هو منزل التشكيل البيج سايز بالنسبه له لانه مقابل فرقه بيج سايز. انزل تالا هيمسك مين وهطلع مين؟ هم الخمسه اللي في الملعب عايزهم يكونوا موجودين، ويليام بيرد مع عمر سيك، خالد سليمان مع جلوي مع ويليام مع خالد رشدي لانه عامل شغل ديفنس كويس ديفنس، وبعدين سايز بتاعه اعلى من تالا شويه، فهو ده اللي مخليه عشان اقدر احافظ على تحت الباسكت انا محتاج سايز يقفله. الدليل ده يطلع ونزل عمر الحاج عشان يحافظ، كان ممكن ينزل تالا انما هو عارف ان السايز بتاع تالا هيعمل له مشكله ونيك بوينت في الفرقه اكيد، فمش عايز يدي الفرقه الثانيه المفتاح لي كده. يمكن الكابتن حسن ادى عبد الرحمن المفتاح شويه وما استناش عليه كتير وبدا هيبدا يتجاوب لان السايز بتاعه قليل، لانه لو راح مسك جلوي هيتلعب بيه بوست اب وهيعمل له مشكله. فالاثنين الكوتشات قابلين الفرقتين بالظبط، الاثنين بينفذوا في استراتيجيات شغاله من الاثنين، كوتشات واضحه في الملعب. انهي استراتيجيه بقى اللي هتقدر تنفذها عيال الادوات ايه المساعده بالظبط، النسبه هتعلى معاها يبقى هو اللي هنقول له مبروك، النسبه مش هتعلى. احنا شايفين البوينت جارد اللي هو جالوي ده كان ليه خبرات هنا، كان بيلعب في نادي الغرافه وكان عامل مساعد للمنتخب العراقي ان هو يصعد لنهائيات اسيا لاول مره في تاريخه، وشايفينه النهارده بس هو لسه مش موفق. لكن اللاعب ده كوتش انت تفتكر لو فايق مسيطر جسمه كبير يلم الباوند عامل شغل في الديفنس هايل، لما انا يمكن الاوفنس لسه قافله معاه، انما لو فتحت معاه اوفنس كمان هتبقى مش جنب الديفنس هيبقى تقيل، لان السايز بتاعه كبير والبول هاندلنج بتاعه عالي، فانت قلما انك تلاقي بوينت جارد بالطول ده والجسم ده والديفندر كمان، فيعني حاجه كويسه. اعتقد
في اللوكر روم الكابتن حاتم هيتكلم كتير في الحته دي، انه يبدا يديله ثقه شويه انه يبدا يخش ويلعب، لان الامور بالنسبه له سهله، لان الديفنس بتاع الشمال غصب عنه لازم يفتح. تمام. لان في مفاتيح، فطالما فتح يبقى الوان ومان هيبقى سهل بالنسبه له، واعتقد جلاوي في الحته دي ممكن يعدي ويفرق كتير. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، بس الناحيه الثانيه ما فيش الا الواد الاجنبي امكاي، الاجنبي هو اللي بيقدر يعمل الجورجي، هو اللي بيقدر يعدي جنب حضرتك، بياخد وبيلعب انسايد، بيلعب عليهم كتير، بس الديفنس برضه في سايز كبير، يعني سواء عمر سيك او عمر الحاج او جلوي السايز كبير، عشان حضرتك لازم يبذل مجهود مضاعف عشان يقدر يعدي من الثلاثه. وده السؤال اللي سالته حضرتك عليه، هل هيقدر يكمل؟ ما هي دي مع السايز ده ومع البيتشنج واضح دلوقتي انه بدا يخلص من الفريق، ما بقاش ياخد ويروح لغايه تحت الباسكت زي ما صعب عليه، صعب قوي انه يقدر يقاتل مع ثلاث اجسام. هنشوف بقى الكوارتر بتاعته بقى، هل هيقدر يقاوم المخزون البدني زي ما قلنا، هل هينفع هنا ولا هنا، ده اللي هيبان ويقدر نحكم في اخر. توقعاتك ايه للجيم ده يا بوتش؟ هو الجيم ده حد ما يبقى الجيم لغايه كريتيكال جيم لغايه اخر دقيقه، يعني انت لانه برضه زي ما احنا شايفين، يعني انا مش شايف فاول طلاب الاول للفرقه، يمكن باستثناء العربي عنده ويليام بيرد تقريبا هو ثلاثه فاول، انما الباقي اثنين فاولات، الشمال ما عندوش فاولات، الدنيا متظبطه. الكوارتر الثالث بيدينا مؤشر في اول مؤشر هيكسب، بس اي من الفرقتين عنده من الادوات النهارده بنش تقدر تعمل له اضافه وتزيد، عشان كده النهائي مبكر النهارده شويه يعني تقريبا. لا الماتش بورد لسه ما بداناش، الماتش ما فيش لسه الماتش ما بداناش، جيم رايح بورد جاي بورد لسه بادئ. تفتكر يا كوتش النهارده لو حضرتك برضو اللي احنا بنتكلم فيه دايما، انت انا بستفيد منك فنيا يعني، عايزين المشاهدين يستفيدوا من حضرتك فنيا، استراتيجي بتاعتك للجيم ايه في الشوط الثاني لو مع العرب؟ اعتقد هيفضل ماشي بنفس المستوى، ما يصدعش الملعب شويه، الجود ديفنس، وهيبقى يعمل الترانزيشن اكيد. بس هو المشكله ان الريباوند بقت الكره غاليه، وعشان كده قلت لك انا اللي عند العرب ان هو الماتش ده لو خسر يبعده بعيد، فمش عارف يطلع الترانزيشن، فبيتلموا على ريباوند وبيقفوا يسلموها لجلوي، وبعدين جلوي يبدا يمكن الاستريس ده كمان مأثر على الفينش، نفس الكلام مأثر هنا وهنا. نفس الفرقتين مش عايزين يجروا الترانزيشن لان الكوره غاليه، الكوره عزيزه، يعني بيلموا الكوره يقول لك كويس نروح فيها، ما فيش الترانزيشن، ما فيش القرار اللي يخليني يلا بي. ممكن الكوره الثالث الدنيا تفتح شويه، ولو فتحت هتضطر الفرقه الثانيه هتفتح، ولو فتحت هنتفرج على جيم، هيتفتح هنتفرج على جيم مفتوح، واعتقد ممكن السكور يفتح اكتر من كده، يعني 36 35 ده مش سكور 20 دقيقه الايام من فرقتين، يعني 20 دقيقه حظر، في حظر وفي ميس كور كتير، بوينت 1.6 كل دقيقه صعب قوي، صعب على ال 20 صعب قوي، يعني محتاجه السكور يعلى اكتر من كده. اعتقد زي ما قلنا لو في ترانزيشن هيفتح، لا هنلاقي السكور اعلى من كده، انما زي ما بقول لك انا الريباوند غالي قوي، غالي، فكل ما بيلمهم اي ريباوند بيتلم يسلموا البوينت جارد، فالبوينت جارد بيروح 5-5 مش عايز يجري الترانزيشن، وخصوصا ان معدل السن في الشمال عالي، ونفس الكلام معدل السن برضه في العربي، في العربي عالي، عشان كده معتمدين على خالد. انا هيبان بقى في الكوره تفتكر مين هيكسب؟ السؤال نو كومنت، نو كومنت، ما تقدرش تدي، ما تقدرش تقول، مفيش تكهنات في المباراه دي، ملهاش العناصر، انا بقول لك العربي عنده تشالنج لازم يكسب، لانه خصوصا بره الشمال يكسب عشان العناصر المتكافئه، يبقى دخل المربع ويعيد حساباته ويبدا يظبط حاله تاني، فعشان كده ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب. لسه قايلين في الاستوديو قبل كده ان المدربين بتجتهد وبتذاكر، والتنفيذ التنفيذ للعيبه والتوفيق، يعني التوفيق وعدم التوفيق هو اللي هيحكم، يعني احنا الماتش اللي قبل ده كوره كانت تقلب الجيم للوقت، كوره قرار غلط برضه ابن باسكت شكوان الجيم خلص، فهي التوفيق وعدم التوفيق، انت كره السله موت يعني الباسكت، التوفيق وعدم التوفيق هو لعبه الثواني، الماتش كان رايح لمين راح نحاول شمال مره واحده، بس اما يعني فرقتين بيأدوا اللي عليهم، وده اللي احنا شايفينه النهارده، الفرقتين بيأدوا اللي عليهم، سواء ده كسب او ده كسب، هنقول للكسبان مبروك طبعا، هنقول للخسران حضرتك عملت اللي عليك، ولن يقلل من قيمتك شيء، لان ابدا 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 يمكن، بس هي لو العربي كسب هتبقى انت الشمال ملهوش انه يزعل قوي، لانه خسران من بطل الدوري، اي نعم دعم وعمل تيم على اعلى مستوى، انما برضه انت بتلعب بطل الشمال جاي من بعيد قوي، ايوه انت لسه بقالك خمس سنين عمر الفني شبه نادي الكور، يعني ده يشكر عليه الطيبين على انت توصل لده، ده مجهود تشكر عليه نادي الشمال صراحه، عمل شغل كويس، دعموا الفرقه بشكل فوق الممتاز،
بس ال ال الوقت جني الثمار محتاج وقت. لا يعني ما ينفعش هوبا يلا. لا لا انما هم ماشيين في فكرتهم صح. اعتقد الاداره وفرت الحاجه بتزق كويس ومتفهمه الموقف جدا، وده مهم جدا. انت مهم ان الاداره تكون متفهمه هي بتعمل ايه وعارفه هي ماشيه ازاي. ما انا ممكن تيجي اداره ثانيه يقول لك انا جبت لك كل حاجه زي ما اخدش في الصوره ويحاسب. لا صبرين الناس، الناس متفهمه وفي سبورت ورا الجهاز الفني ورا اللعيبه. واعتقد الهدوء ده والسبورت ده هيجيب نتيجه السنه دي، وممكن يجيب نتائج بعد كده كتير يقدرهم يعني يبقى نادي الشمال معادله صعبه. لكن انا عشان بحكم ان انا موجود في نادي الشمال، انا اتناقشت مع الاداره في الموضوع دوت، والاداره بصراحه اكدت ان هم ناس بتبني خطه مستقبليه للسنين قدام، وهم ناجحين في الموضوع ده بصراحه. وان شاء الله ربنا يوفقهم. واضح إيه؟ تماما. واكيد متفاهمين ان عشان تطلع الظروف عايز لازم هم مع الدور الاول والدور الثاني. عايز وقت كبير وعايز انت اختصرت الثلاث اربع سنين السنه دي، اختصرتهم في سيزون. اعتقد السيزون اللي جاي هيبقى معادله صعبه جدا للشمال في الدوري القطري لو فضل الدعم زي ما هو والاهتمام والتركيز زي ما هو. ما يزهقوش، بس واضح ان هم ان شاء الله هيكملوا. نتمنى ويبقى عندنا كل سنه فرقه تطلع، يعني شايفين الاهلي بيجي، شايفين قطر بيجي. نتمنى كمان عايزين نشوف دوري مش عارفين يا رب. نتمنى الكلام ده كله يا كوتش، وبشكرك وبشكر تحليلك المتميز دايما، وبتشرف بوجودي معاك في كل وقت. وننتقل دلوقتي للاستوديو عشان نذيع المباراه مع الكابتن اشرف توفيق. زميلي اشرف توفيق لك الميكروفون، تفضل. شكرا كابتن بسام كحله، شكرا المتالق ايضا كابتن زاهر عبد الباسط المدير الفني المتميز والمحلل السهل الممتنع والمقدم الرائع صاحب المواهب المتعدده كابتن بسام كحله. ومباراة اليوم مباراة أخرى في يوم ناري، يوم التقدم نقطة وحيدة للشمال. إذن كل الاحتمالات مفتوحة، كل الاحتمالات ممكنة. أي فريق سيحاول أن يسيطر على بدايات الفترة الثالثة حتى يتمكن أن تكون النهايات لصالحه. عزيز المشاهد، مباراة في منتهى الأهمية. العربي بعد هزيمة الوكرة يتمنى أن يتقدم خطوة ويوقف تقدم الشمال وتصدره. الجهاز الفني للمنافسين، السد، قطر، الجميع في المدرج ينتظر نتيجة اللقاء. اللقاء لا يهم العربي والشمال فقط، ولكن يهم الوكرة، يهم السد، وأيضا قطر المنافسين. لسه على فكرة يهم الغرافة أيضا في حالة هزيمة العربي. هزيمة العربي اليوم يتأخر خطوة، يقترب منه، يتساوى عذرا مع الوكرة، وتكون هناك الأمال المفتوحة على الكرسي الأخير. لكن هزيمة الشمال تؤخره للخلف وتعطي أمال كبيرة للعرباوية. كل هذه الحسابات سنتحدث عنها جليا عقب نهاية اللقاء. عزيز المشاهد، محمد حراث وهكاتك يا حراث، وكرة في الأخير للمتألق سليمان، الإنسايد للحج علي. العربي يسجل مع بداية الفترة. مرة أخرى المفتاح، التصويبة البعيدة من ميشا، ولكن خارج السلة. تقدم للعربي بنقطة واحدة. خالد والخطأ الشخصي، نجح في الحصول على الخطأ بثلاث رميات حرة. عزيزي المشاهد، خبرات كبيرة خالد سليمان، لاعب هام الغزال الأسمر في صفوف العربي. سلامات يا خالد. هناك مباريات في النافذة الأخيرة في تصفيات
الآسيوية لبطولة كأس العالم بالصين الشهر القادم هنا بصالة الغرافة. فرق العيار الثقيل، الفريقين اللي بيبحثوا عن الكرسي الأخير، اليابان والفلبين هنا في صالة الغرافة بمشيئة الله الشهر القادم. خالد سليمان يسجل. مرة أخرى سليمان لم تنجح الرمية. إذن تقدم ثلاثي للعربوية للمرة الأولى في المباراة. ميشا مرة أخرى الخطأ الشخصي حاضر. الخطأ لمصلحة حراث. 39-36. ميتشل الاختراق والباص للمفتاح، اختراق رائع درايف لكن عاوز جامب شوية. لسه تاني مباراة، هنا الحراث يحصل على الخطأ الشخصي بمنتهى الذكاء من عمار. تسعة وثلاثين نقطة للعربي، 36 للشمال. عزيزي المشاهد، الشمال بلا نقاط في فترة رابعة، عذرا فترة ثالثة. مرة أخرى المحاولات من ميشا، الإغلاق المسارات من العربي، محاولات الاستيل، المخالفة بالفعل، تغيير رجل الارتكاز. مرة أخرى الكرة لمصلحة العربوية. التعادل 15-15 هي نتيجة الفترة الثانية عزيزي المشاهد، وكان التقدم بنقطة للشمال. إذن العربي الآن متفوق بالتسجيلات بأربعة مقابل لا شيء. قلوي لسه ما صبتش، لسه ما نطش، لسه ما راحش. دقيقتين بلا تسجيلات للشمال. حرات الإطباق. عمارة في لعبة فردية تخرج الكرة. آدي قلوي، الدرايف، الوقوف، الانتظار للباص، ستايل، قوة بدنية رائعة من جالاوي. راح والباص، حاتم بيقول له خلص انت يا جالاوي. هو لاعب صانع ألعاب بالمعنى الحرفي لصانع الألعاب، يجيد التمرير والأسيس باص لإيصال اللاعبين. هنا سليم الرشحي المساعد المدرب يؤكد على جالاوي، خلص انت، احنا هنا في قطر حاجة تاني، روح انت خلص يا جالوي. ميشا مرة اخرى المحاولات الانسايد. اذا بداية التسجيلات لمحمد حرات، اولى نقاط الشمال بعد مضي 3 دقائق بالكمال والتمام. المباراة تأخذ طابع البطء. خالد سليمان دريبل أكثر من الباص، الستيل على طول، هنا التيرن اوفر طاير في الهواء، ضاعت الكرة. حرات والبلوك شوت من ويليام، معركة تحت السلة. ميتشل هيخلصها من برا، خلصها من برا بالتخصص. أرون ميتشل القادم من فريق نزوة العماني، مواليد 89، طول 188 سنتي، 186 سنتي، ليس طويل القامة ولكن طويل المقام. هنا ويليام البحث في خرم إبرة، في خرم إبرة بصها، لكن ميشا البلوك. حراث يفضل التمرير، التصويب بالتخصص والضياع، وهنا أمير. مرة أخرى صحوة شمالية،
باص لآخر مكان للتمركز، ولكن الباصة التمريرة تصل لنبيل لم تصل للعيب. مرة أخرى جالوي عنده إمكانيات كبيرة جدا، لاعب شهير في المنطقة، لكن لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن. الرميات الحرة رميتين والخطأ الشخصي الثاني على الألعاب، 7 نقاط فقط لجالوي، ولكن إيه 6 ريباوند. العربي أصبح الأكبر حجما في الدفاع، العربي يمتاز الآن بزون حديدي. تبديل فارس أفيديتش بديلا عن المفتاح أمير. آرون ميتشل، ميشا حراسة 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 ميشا. مشكلة في زون العربي مسببينها لفريق الشمال، أحجام كبيرة، صانع الألعاب قرابة 2 متر، في مشكلة تصويب بصعوبة. المتابعة العربية، أصبح فريق الشمال هو الأطول طولا في الدوري القطري بالشراكة مع السد. مرة أخرى التمريرات، الحاج علي عمر اتصرف اتصرف عمر، قابل الهدية وفك طلاسم التعادل. 43 عربي 41 شمال. تمريرات للشمال، الباس الكات فارس افيديتش، البحث عن امير جالوي في الترانزيشن، 3-2 خالد اول زاوي، سجل على طول خالد. هنا استشعار الخطر لحسن حشاد. العربوية يتقدمون ب4 نقاط للمرة الاولى، لا تذهبوا بعيدا، لسه بدري، 15 دقيقة لعب حتى نعلم من الفائز اليوم. منتصف الفترة الثالثة أعزائي المشاهدين، التقدم عرباوي، مباراة هامة جدا في إطار ترتيب الفرق، معرفة الترتيب حتى الآن لسه بدري طبعا، احنا بداية ما وصلناش لمنتصف القسم الثاني، كل الأمال موجودة للجميع، القصار والعودة للملعب. مرة أخرى ميتشل صانع الألعاب الجديد في صفوف الشمال، رائع ميتشل رائع ميتشل، يصوب ويسجل ويحصل على الأندوان. قادم من نزوة العماني، تبديل في صفوف فريق العربي بالنزول تالا. تالا كان نجم كبير الموسم الماضي، كان ليه دور كبير في
إعادة توازن العربي في مركز صانع الألعاب، هو وكريستيان وخالد رشدي، تالا جالوي، تالا مرة أخرى، عمر سيك، الاختراق والحصول على الخطأ، عمر قطار العربي السريع، بالفعل خطأ شخصي، الخطأ الشخصي الثاني على أمير، أمير مويوكيتش. ميتشل بيقول له خلي بالك يا أمير، ده المباراة لسه طويلة، المباراة عايزة نفس، المباراة مش هتنتهي غير في الجو الشوط الرابع، إلا إذا أحد الفريقين هو اللي فرط في المحافظة على البالانس في المباراة. شفنا مباراة الوكرة والقاطر، مباراة فضلت راحة وجاية، مباراة آخر دقيقة أو 40 ثانية استغرقت أوقات كبيرة. أعزائي المشاهدين في اللقاء مرة أخرى، ميتشل، حراث حراث حراث، يا سلام يا حراث، دايما العودة عن طريق حراث، دايما هو صاحب كلمة السر في الشمال. يغيب جورجي صانع الألعاب، ولكن هنا جالوي وخالد، خالد خالد، الله عليك يا غزال، الله عليك يا سليمان، صاحب التصويبات السحرية أكثر من رائع. بالفعل خالد سليمان يعيد العربوية، حراث يحافظ على الاتزان. إذن هي مباراة بين مفاتيح اللعب، هنا محمد حراث وهنا خالد سليمان وهنا رميتين حرتين. محمد حراث أعاد تصويب، حرة أولى حراث ناجحة، لازم حراث يشتغل عشان الشمال يرجع زي ما بنقول على خالد سليمان في العربي، ينجح حراث في التسجيل. فارق 3 نقاط، متبقي 3 دقائق على نهاية فترة ثالثة. فاصل من ألعاب المراوغة، عمر سيك القطار الأسمر، أرون ميتشل مرة أخرى، ميشا لازم، أها على التمريرة كنت تخلصها يا قصار، لا أنا السوفت وير شغال جوه وبره، بسجل نفس اللي كان مطلوب منه في الهجمة السابقة. كالعادة، لا وكالعادة أيضا الريباوند مع محمد حراث، ميتشل لاعب فريق الشمال صانع الألعاب لم يسجل إلا 8 نقاط، مباراة ما كانش متوقع ان يكون بديل جيد لجورجي، ولكن حتى الان هو جيد، لكن جورجي خبرات كبيرة اكيد. ضاع الرميتين، هجمة شمالية، كيف قوي ايضا لم يسجل، هنا حراق، تالا تالا تالا، لازال هو نقطة الضعف تالا، والآن سبورتس مان لايك فاول، ستيل والخطأ الشخصي يذهب بحراث إلى التصويب. كيفن جالوي 9 نقاط 6 متابعات و3 في أول ظهور له يدافع عن ألوان العربي.
نجاح لحراسة. الدبل دبل كالعادة محمد حراسة، هداف الفريق الشمال بل هداف المباراة حتى الآن. ما شاء الله عليك يا محمد يا حراسة، 23 نقطة، 16 متابعة، والخمسة الأسيست. كم أنت رائع يا حراسة، لا يمكن أن يتخلى عن الـ MVP في كل المباريات. مرة أخرى ميتشل، ميتشل الاختراق والباص، أمير 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 يولع المباراة، أمير بيسلام دانك الرائع، قطار أمير يخترق الدفاعات العربوية بتسجيل نقطتين الأروع، وتقدم التقدم شمالي، الخطأ الشخصي الرابع. لا لا لا، العربي في خطر، عمر سيك التبديلات بالجملة، نزول لخالد رشدي وعمار في مهمة أصعب، حاتم أصبح في مأزق، ولكن الشمال يعود بمالك مجيد. قالوي يتوحش ويضيع الكرة، رحت فين يا وحش؟ بغرابة شديدة قطار، لكن العكس ميتشل، وهنا أمير لا زال. إذن هي سيطرة شمال على مجريات الدقائق الأخيرة، الشمال يكشر عن أنيابه، المتصدر مع فريق السد وقطر يسيطر على مجريات اللقاء. هنا قلوي وحصوله على الخطأ الشخصي، لم يقدم المطلوب منه قلوي حتى الآن بصراحة، كيفين عنده أفضل من كده؟ شفناه مع فريق البترول العراقي ولما كان بيلاعب الشرطة وسيطر، لكن هنا خالد سليمان يمرض ويعود، يعود العربي بإيد خالد سليمان كالعادة. ميتشل المحاولات، التمريرات، التصويب الليفكي يا صاحب اليد اليسرى، لكن التمرير هنا قلوي، لازم تروح يا راجل لغاية الآخر، روح وسجل يا قلوي، مش ممكن مش ممكن. وهنا مرة أخرى التمريرات أمير، وكرة في الأخير اعتراض من كلا المدربين على قرارات الحكام، لكن في الأخير هم الأقرب على لكل كرة. 55-53 حراث يا حراث، دائما معك الحلول يا حراث. الفارق سلة وحيدة شمالية، ميتشل هل يفعلها من بعيد؟ هنا الاختراق وقول زوي الدرايف، لا 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 لا، عملها المرة اللي فاتت قالوا مرتين راح ما خلص شيء، هنا الدرايف الرائع رائع رائع، ويسجل السلة الرائعة هذا صانع الألعاب الجديد للشمال بال 57 العربي بال 53 راحت ما بين فترتي الثالثة والرابعة، على إلى أن نعود معكم لاستكمال هذا اللقاء الساخن، فلا تذهبوا بعيدا. I'm when I press, we'll definitely fast and go.
فترة رابعة، فترة المشهد الأخير أعزائي المشاهدين. مرة أخرى المحاولات خالد وعمار، عمار مرة أخرى، الفيك، الدخول، رمى الكرة، حراس رايح، حراس ينطلق، هنا ميتشل يفضل الوقوف على الكرة، ومرة أخرى الإنسايد باس، والمحاولات لاعب قلت لحضراتكم مميز، والدخول بالفعل رائع، بالفعل إضافة للشمال يسجل، لسه متسجل النهاردة. يا جلوي أنت تحت السلة يا راجل، تحت السلة ولسه بيمرر، إمتى هيسجل؟ مرة أخرى خالد، خالد المحاولات، خالد بيصوت لا بيمرر، مرة أخرى تحت السلة، بلوك شوت، أوه بلوك شوت لعمار، وهنا مرة أخرى المحاولات مستمرة والدخول. شكرا على الدعم. مرة أخرى المحاولات، هو اللي بيطلب منه كده، شكرا، عاوز منه على طول الهلب، بالفعل الهلب، لكن مفيش هلب بينفع مع حراته، مفيش هلب بينفع مع حراته. مرة أخرى تسجيل بالنقاط، 61 شمال 53 عربي، البلوك شوت، والسيارة شمالية، المتصدر الشمالي يسيطر على مجريات اللقاء، كيك اوت، القصار ميشا، ميشا ميشا اون فاير على طول، فاتح المدفع، جاهز ميشا على الاطلاق، دائما يسجل في الاوقات الحاسمه، ميشا يسجل، يذهب بالشمال بعيدا ب 11 نقطه، لكن لسه في المباراه كلام، لا تذهبوا بعيدا، والله يكون في عونك يا حاتم، هتعمل ايه هنشوف. برافو كوتش حسن، شد حيلك يا حاتم. دقائق عزيزي المشاهد، لسه بدري، هل يعود العربي ام الشمال يبعد بالفرق وينهي اللقاء ويظل في الصداره مع قطر والسد ويترك حديث العربي والوكره؟ لسه ما نعرفش. ويليام، عمر سيك، 1-1، الباس، ويليام كيك اوت، هو رشدي، لكن لسه امير يتفوق في المتابعات. عزيزي المشاهد مرة أخرى ميتشل، ميتشل، أنا الدفاع الزون،
مرة أخرى ميشا خالد عذرا ماتشيل المتابعة من ويليام جو 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 هو النداء روح روح وجالوي لسه مش عارف المكان لسه مش عارف مكان السلة يضيق الفارق إلى 9 نقاط حراتة محمد حراتة الاختراق والكيك اوت ميشا لكن خالد وجهي خالد في المتابعة ميشا في الستيل الباص لحرات حراس يضيعها فوجئ بها حراتة خالد رجلي المباراة حماسية الكرة خارج الملعب التسرع التسرع لابد من الهدوء لفريق العربي إن كان ناوي يعود الشمال يسيطر على مجريات المباراة الآن الدفاعات الزون المان تو مان التغيير دائما في دفاعات العربوية كانت هتبقى ستيل لكن هنا الدخول الكيك اوت الميشا لم لكن حصلوا على محاولة جديدة محاولة جديدة لأهل الشمال حرات الدخول البحث عن أي ثغرة القصار لكن في الأخير خالد 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 على التصويب تضيع قلوي قلوي والحصول على الخطأ الشخصي من القصار خطأ شخصي أول عمر سيك قلوي على التصويب يجيد التصويب يسجل من بعيد ب3 نقاط قلوي بعد أن أضاع تحت السلة صوب وسجل ثلاثية في وقت هام للغاية هنا الاختراق المحاولات ومرة أخرى الدفاع الصلد يقابل حراس بالتصويبة تصويبة ب3 نقاط كم أنت رائع يا حراس من برا من جوه لاعب رائع خالد البحث عن عمر سيك أين الزملاء لكن خالد يدي وليس بيد عمرو أول خلصها المباراة أصبحت سريعة المباراة حماسية 7 نقاط فارق فقط لا نعلم إلى أين تذهب المباراة عزيزي المشاهد المحاولات العكسية ميشا كالعادة أون أوت لكن حراف 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 من السماء مش ممكن يا محمد يا حراف الفولو تانك جالوي لكن لسه يا جالوي حتمكن من الحصول على خطأ شخصي قطار لم يستغل بعد في صفوف العربوية 12 نقطة فقط عزيزي المشاهد عمر سيك مسجل أكثر منه خالد لاعب المنتخب الوطني مسجل 22 نقطة لكن عمر سيك لا نغفل متابعاته بالدبل دبل مع حراث في الجهة الأخرى حراث يغرد منفردا ب28 نقطة هو أكثر المسجلين وميتشل في خلفه هو والرائع ميشا بال14 نقطة جالوي على التصويب والتسجيل إذن هو لاعب يجيد التصويبات ولكن 4 مرات يروح للحلقة منهم 2 لوحده أضاعهم تماما ومرتين أخذ أخطاء شخصية لا إذن جالوي لابد من استغلاله على التصويب حراث نجم اللقاء ميتشل الثلاثي الرهيب الثلاثي المرعب الأون فاير دائما ميشا 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 لسه بقول الثلاثي المرعب فريق الشمال ميشا ميتشل حراث ولكن أيضا أمير لا نغفل دور أمير منذ نزوله هذه المرة ما أدي أداءات أفضل بكثير 10 نقاط هي الفارق 4 دقائق هي المتبقية ولا زال في الأمل بقية للفريقين
خالد سليمان قصيرة قصيرة. حراس في المتابعة في المتابعة كالعادة. أمير ميتشل الحفاظ على تيمبو المباراة بالسيطرة الشمالية. عبد القادر في المنطقة الحرة للتصويب في الكورنر. تمريرة غريبة من ميتشل، مش هو ده أمير اللي يقطع معاك. ويليام والحاج علي كالعادة يطير الحاج علي، يمتاز بالدايفنج بعد ما بياخد الفاول، ستايل لعب. لكن في الأخير هو لاعب مهام جدا، من أفضل البدلاء في الدوري القطري، بينزل دايما يعمل الفارق. ولكن على التصويب الحاج علي يسجل نقطة يقلص الفارق. حراث الحراث النجم الغير عادي ميشا ملك التصويبات، هادي الأعصاب. ميتشل الإضافة الكبيرة تعويضا لجورجي، قال أنا كمان بصوب، أنا كمان بجيب، ما فيش حد أحسن من حد ميشا كما كنت أتحدث، إنه الإضافة القوية للصفوف الشمالية. مرة أخرى جلوي يا جلوي، أين أنت يا جلوي؟ مرة أخرى ويليام يعود، ويليام لم يعود. عمر سيك الباص، هو يمتاز بالتمريرات، يمتاز بالتمريرات جلوي، في لمحة بصر عمل الباس السريع. الخطأ الثالث على عبد القادر القصار، والمتبقي ثلاثة. وكالعادة كالعادة يضيع الرمية الأولى. ويسجل الثانية. الدفاعات عربوية ضاغطة أسفرت عن خروج الكرة. وفي هذه المرة الحاج علي صالح عمل دفاعات قوية على ميشا، بيطالب بفرملة زي كرة القدم، ولكن في الأخير الخطأ. الكرة خطأ في التمرير، إذن التيرن أوفر، العودة للعربوية. الفرصة الفرصة تأتي تلو الفرصة للعربي، ولكن خالد سليمان الوحيد صاحب المفتاح السحري. خالد يترك المفتاح، لم يأتي، لازم العودة بتأتي عن طريق خالد كالعادة. ميتشل الرائع في فاصل من المراوغات. المان تومان دفاعات العربوية. التصويبة كالعادة لو كانت جت كانت خلصت بدري، لكن الخطأ على حراس محمد حراس، الخطأ الشخصي، الخطأ الثاني فقط على محمد حراس. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد بعد 30 نقطة، استمع إلى المتابعات، 21 متابعة، ممكن تكون نصف متابعات فريق كامل في مباراة، وستة أسيست. كم أنت رائع يا حراس. الوقت المستقطع الثاني للعربي رغم أن المتبقي 3 دقائق. هنشوف ونعود معكم لاستكمال اللقاء.
عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال هذا اللقاء الهام. الشمال والعربي. الكرة رميات حرة الآن لمصلحة خالد سليمان. نجاح في التسجيل. نجاح مرة أخرى. الدفاعات ضغطة للعربوية. لا وقت. إنه وقت إنهاء المعركة. إنهاء المباراة. عبد القادر القصار. إذن هو نجاح عزيزي المشاهد. نجحت الدفاع الضاغط عزيزي المشاهد. نجح الدفاع في الحصول على الكرة من الشمال. الفارق 9 نقاط عزيزي المشاهد. مرة أخرى عبد خالد 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 البحث عن الخطأ. عمر سيك يا عمر جلوي. مش ممكن. 4 محاولات كرة خيرة. خالد على 3 بوينتس. الوقوع للقصار. التسديد لخالد والمتابعة حائرة. القرار الكرة خارج الملعب عن طريق ميتشل. مرة أخرى مرة أخرى خالد سليمان. خالد سليمان المحاولات. عمر سيك هو تسجيل النقاط. إذن هو التايم أوت لفريق الشمال. الفارق يضيق ل7 نقاط. متبقي 1:47 عزيزي المشاهد. ونعود لاستكمال هذه المباراة الحاسمة الهامة في ترتيب النقاط. فلا تذهبوا بعيدا. أعزائي المشاهدين لاستكمال الوقت الحاسم آخر أقل من 2 دقيقة. لا سبيل أمام العربي إلا الضغط. وينجح الضغط. تلاكيت ثالث مرة. تلاكيت ثالث مرة. لكن هل العربي هيستغل بعد النجاح الدفاعي هيستغل الهجوم ويسجل؟ هذا ما هنوراه الآن. المحاولات جلوي كالعادة. تضيع كالعادة. تضيع كالعادة. سجل الرمية الحرة الأولى. تضيع الرمية الثانية. المتابعة الشمالية. المحاولات. لا زال الدفاع الضاغط. 6 نقاط. نجحت للمرة الرابعة. نجحت للمرة الرابعة. جالوي. خالد سليمان. هو الأمل. عمر سيك والأندرو. المباراة تشتعل من جديد. التسجيل بنقطتين ورمية إضافية.
رمية إضافية والوقت المستقطع للشمال. وقت مستقطع غالي غالي يطلبه الشمال، لكن طبعا هنشوف. باقي دقيقة 18 ثانية والفارق 4 نقاط، وأكيد في تعليمات مهمة هيقولها الكابتن، هنستمع ليها ونرجع. إذن استنزاف واستنفاذ لأوقات المستقطعة للشمال. الشمال بلا أوقات مستقطعة. لعودة كانت للعربي الرمية إضافية. عمر سكة على تنفيذ. تضيع الكرة، واضحة أنها ضايعة يا عمر. إضاعة مستمرة. إذن حرات يحاول نقل الملعب. ميتشل أهم هجمات الشمال، هجمة المباراة. الخطأ على ويليام بير. طبعا وقت مستقطع علشان كابتن حسن، لأن 4 هجمات ما عرفوش يعدوا، كان اضطر إنه يضحي بهذا الوقت حتى أن يتمكن من إعادة ترتيب فريقه. دقيقة واحدة 4 نقاط. هجمة المباراة. كده العربي محتاج حتى الآن 2 بوزيشن. لو جات السلة دي هتودي العربي بعيد. خالد بيعترض على وجود ميشا بعيدا، لكن لا يوجد نص في القانون يلزم الادخال الكره في مكان معين. المفتاح المفتاح وسله المباراه. لسه ما فيش سله المباراه. عاوز هجمتين، عاوز 2 بوزيشن. ادي الاولاني، ما ينفعش تضيع ولا هجمه ولا رميه ولا قصه ولا حدوته. والكره ويليام بير المفتاح في المتابعه. والكره اذا الشمال يعبر إلى المنطقة الأمامية. لازال أمام العربي المحاولة في هجمتين، لكن الأمر ازداد صعوبة. خالد سليمان مدحنا فيك الكثير يا خالد، لكن أنا ليا تحفظ على التصويبة دي. خالد رشدي نزول لخالد رشدي، بديلا عن الحج علي صاحب الخمس اخطاء شخصيه. الامر يزداد صعوبه على العربي. مره اخرى المفتاح المفتاح المفتاح، يعود المفتاح. لا يتهور هذا اللاعب الصغير السن. 16 ثانية تصويبة. سلة المباراة بفاصل أوروبي أمريكي، مش ممكن. ميشا يصوب، يطير يطير في السماء. ميشا يطير في السماء بيسجل هذه التصويبة. ميتشل يصوب، ميشا يسجل. إذن الفولو دانك ينهي على أمال العربوية ويضع العربي مع الوكرة صفا واحدا مرة أخرى في البحث عن التمركز في المربع الذهبي. إذن هذا ما كان يريده الوكرة،
هذا ما كان يطلبه أيضا فرق المقدمة السد وقطر والشمال حتى ينفردوا ولا يتجدد أمل الفريق العرباوي. إذن لا زالت الحسابات كله ينتظر، الجميع ينتظر في سلة جميلة، لعبة رائعة، تصويبة ميتشل ومتابعة ميشا في كرة جميلة للغاية، يتغلب فيها يسيطر الشمال، يضع الفارق إلى 6 نقاط، لكن لم تنتهي المباراة رسميا، انتهت بصعوبة، أصبح الأمر صعب للغاية، ولكن التصويبتين هما الأمل. لا ده لعب إنسايد، حط الكرة مرة أخرى، الديفنس، الستيل، الخطأ الشخصي، والأربع نقاط، 2 بوزيشن في 7 ثواني، إذن تحت عنوان المستحيل. الجميع ينتظر خارج الملعب. بهذا يكون الوكرة والعربي إذا انتهى اللقاء جنبا إلى جنب. والشمال والسد وقطر جنبا إلى جنب. نجاح للرمية الأولى من ميتشل. والثانية أيضا. هنا جالوي، خالد رشدي على التصويب، وكرة بثلاثية ناجحة، ثلاثية ناجحة لخالد رشدي، يقلص فيها الفارق إلى 3 نقاط. ألف مبروك استمرار الشمال، مبروك هارد لك للعربي الذي قدم مباراة كبيرة للغاية، وتنتهي المباراة بفارق 3 نقاط، 79 شمال 76 عربي. إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم.